السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة مع تطبيق على الجرامر الخاص بالوحدة السابعة الترم الثاني. طبعا احنا خدنا الماضي البسيط، واللي ما سمعش الماضي البسيط هسيب له الرابط دلوقتي علشان يسمع درس الماضي البسيط شرحناه قبل كده، ونبدأ نحل عليه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. هسيب لك الرابط بتاعته في أسفل دلوقتي، وهيظهر لك في الآي اللي هتظهر دلوقتي. يلا بينا يلا بينا هنبدأ ونقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يلا بينا. question number one. طبعا دي أسئلة خاصة بالستودنت بوك والورك بوك والبريفيوس اكزام، سواء امتحانات سابقة. yesterday our family. اوكي طيب، في الجرامر بالذات امشي معايا هتلاقي نفسك مرتاح بعد كده. كل جملة بيبقى لها مفتاح، المفتاح بتاعك هنا هو كلمة yesterday. كلمة yesterday يا مستر رضا يعني بالأمس، أوكي؟ وبالتالي لازم الجملة تكون إيه؟ لازم الجملة تكون ماضي. Our family moved to our new house in Alex. أوكي تمام. أنا عايز أقول انتقلت إلى، moved ولا moving ولا are moved ولا moves. أوكي طبعًا هي مش moves لأنها ديت مضارع، أوكي؟ ومش moving لأن أنا دلوقتي عندي دي فيها ing مش ماضي مستمر، والماضي المستمر لازم يأتي معاه was أو were زي ما إحنا قلنا قبل كده. ومش ار موفد لان الجمله مش مبنيه للمجهول، ومفيش حاجه اسمها ار موفد عليك دلوقتي في سنه اولى اعدادي. وبالتالي الاجابه الصحيحه هي كلمه موفد، يبقى yesterday our family moved to our new house in Alex. انا مش عايزك تبقى حافظ، انا عايزك تبقى فاهم يعني، اوكي؟ عشان لما تحب تتسال ولا حاجه وتعرف تجاوب، تعرف تجاوب ازاي. اوكي طيب، بتختار على اساس ايه؟ بتختار على اساس اللي انا بقول لك عليه ده، هتلاقي نفسك مرتاح جدا بعد كده ان شاء الله باذن الله. طيب، how did you space when you started a new school؟ يا مستر رضا انا عندي رابط هنا اسمه when. جميل يا مستر رضا، وبعدين؟ ده انا عندي هنا كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها did. دايما دايما بنقول ان ما دام جالك كلمه did يبقى على طول هي عايزه فعل فين؟ في المصدر، والمصدر هو فعل بدون اي اضافات، وبالتالي ساعه ما بتشوف did يا استاذ رضا ما عايزه ماضي، تبقى الفعل نفسه ماضي. اقول لك لا، ما دام في did يبقى انت عايز فعل فين؟ عايز فعل في المصدر، وبالتالي ساعه ما يقول لك did على طول دور على المصدر، وبالتالي استبعد الاي ان جي لان ديت ما يجيش بعدها فعل في اي ان جي. استبعد الاس خلاص يا مستر رضا، وبعدين يبقى لي فيلت وفيل. اوكي طيب، الاجابه الصح ايه؟ فيلت على فكره هي الماضي من كلمه فيل. اوكي تمام، وبالتالي انا عايز مصدر مش عايز الماضي. ليه؟ لان انا عندي كلمه ايه؟ عندي كلمه ديت بعدها فعل في المصدر، والمصدر هو كلمه فيل. اوكي، خالد went to the park 10 minutes. دي من علامات الماضي. اوكي، علامات الايه؟ علامات الماضي. خلي بالك معايا كده، an hour ago, 2 days ago, 3 months ago, 10 minutes ago. اوكي تمام، وبالتالي الصح اهوت هي كلمه ago. يبقى خالد went to the park 10 minutes ago، احفظها على طول كده، 10 minutes ago, 3 days ago, 5 months ago, 7 years ago، يعني منذ 7 سنين، منذ 10 دقائق هنا. اوكي نمبر 4، you go to the park. Yes I did. اوكي الاجابه فيها yes I did، يبقى السؤال بادئ بايه؟ بدت. يعني بص، ما يقولكش ودنك منين يا جحا، تقوم جاي لافف من هنا. طب ما هو يا مستر رضا الاجابه فيها كلمه ايه؟ الاجابه فيها كلمه did. اوكي، وبالتالي انا عايز اجيب did. يبقى did you go to the park? Yes I did. لو قال لي yes I do كنت قلت do you go to the park. We spaced lunch together in the school canteen this morning. خلي بالك ان this morning من علامات الماضي. اوكي تمام، وبالتالي انا عايز ماضي هنا، انا عايز ايه؟ عايز ماضي، والماضي بص ما ينفعش ing، يعني وي اي ان جي هافينج دي غلط. اوكي اوتوماتيك كده. طب ليه؟ خلي بالك لان الاي ان جي ما يجيش الا مع خمس حاجات. اوكي، هي الام، الاز، الار، الواز، الوير. اوكي، لازم يكون قبل الاي ان جي حاجه من دول عشان يبقى ماضي مستمر او مضارع مستمر عليك دلوقتي، لكن في حاجات ثانيه بس ان شاء الله لما تطلع ثانوي باذن الله. يبقى وي سبيست لانش ويذر ان ذا سكول كانتين ذيس مورنينج، يبقى انا عايز ماضي، يبقى مش از هافينج. اوكي تمام، ولا هاز لان هاز تعتبر مضارع. الاجابه الصحيحه هي كلمه هات. هاو سبيس يور ويكند. هنا بقى نقطه يعني ايه طلبه كتير بيقعوا فيها، خلي بالك معايا كده. بص مبدئيا كده، بص للسؤال هاو سبيس يور ويكند. اوكي مستر رضا انا قريته والجمله تعتبر ماضي، فانا هختار ديد. لو اخترت ديد هنا اقول لك على طول انت غلطان. الله، ليه؟ ما هي الجمله تعتبر ماضي اهو، انا عايز اقول يور ويكند نهايه الاسبوع بتاعتك اللي فاتت. اقول لك اي هي صح لو في فعل. تمام طيب، امال الصح ايه؟ اذا ما لقيتش فعل، اذا ما لم يوجد فعل في الجمله على طول اختار يا واز يا وير في الماضي.
يبقى الإجابة الصح هي كلمة was. طب ليه؟ لأن did عايزة بعدها فعل في المصدر، does عايزة بعدها فعل في المصدر، do عايزة بعدها فعل في المصدر، وبالتالي الجملة أصلا ما فيهاش فعل. برافو عليك. يبقى إذا لم تجد فعل في قلب الجملة اختار على طول يا was يا where. أوكي تمام. سبعة، هتتكرر على فكرة جمل زي ديت كده، فمش عايزك تغلط فيها إن شاء الله بإذن الله. سمير سميث الفوتبول ماتش 2 دايز اجو. خلاص يا مستر رضا، ما حضرتك قايل لنا ان كلمه اجو من علامات الايه، علامات الماضي. اوكي، وبالتالي انا عايز ايه؟ عايز جمله في الماضي، مش واتشز. اوكي، مش واتش في المصدر، مش از واتشنج اي ان جي، ولكن الصح هو كلمه واتشد. اظن بقى جرامر سهل جدا اهو، ما فيهوش اي حاجه. I lost with my uncle and cousins in Cairo 3 weeks ago. بياردك حط دايره كده على كلمه 3 weeks ago. دايما انا بعلم طلابي ان انت دايما تحط المفتاح عليه دايره، بيقول لك انا اهو اختارني، انا في حاجه بتقول لك انا اهو. هو الجرامر كده، الجرامر يعني سهل جدا لو انت حطيت ايدك على المفتاح. فانت دلوقتي عندك 3 weeks ago، يعني منذ ثلاثه اسابيع، فانت عايز ماضي. فين الماضي؟ مش visit، مش visits، مش visiting. خلاص يبقى الاجابه الصحيحه هي كلمه visited. ماشي اوكي. Today is Sunday. تمام، النهارده Sunday الأحد. طب saw it space yesterday 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 أمس. دور كده، خلاص فكرة، نفس الفكرة اللي قلت لك عليها. أوكي، مفيش فعل. تمام، و yesterday ماضي، يبقى على طول إز غلط يا صدر. ما هي جاية لنا إز أهي، today is Sunday. ما هو إز دي يعني عشان today النهاردة، النهاردة الحد، يبقى إمبارح كان الإيه؟ كان السبت. أوكي تمام، فأنا عايز أقول الماضي. طب أنا أختار وير، أقول لك لا برضه غلطان، لان وير ديت مع الاسم الجمع، يعني وير مع اليو والوي والذي والاسم الجمع، لكن الات والهي والشي والاي والاسم المفرد بيروح معاها الباز. اوكي، وبالتالي الاجابه الصح so it was Saturday yesterday. وضحت؟ وضحت يا مصر. اوكي، هو ديد يو سبيس لاست نايت. خلاص التكرار بيعلم الشطار. ماشي يا مصر، الدنيا سهله. انا مفتاحي في كلمه ايه؟ في كلمه ديد على طول. ما دام شفت ديد يبقى انت عايز فعل فين؟ عايز فعل في المصدر، والمصدر فعل بدون ايه؟ اضافات، يبقى ما فيهاش اس. انا اتعلمت خلاص، مش تصريف تالت، مش سين. يبقى لي سو سي، ما هي سو الماضي، ما جول ماضي. اقول لك لا، ده انت عندك ايه؟ عندك ديد، وديد عايزه فعل فين؟ في المصدر، والاجابه الصحيحه هي كلمه سي. ماي انكل سبيس هيز كار ان 2002. اوكي، يعني 2002 النهارده كام؟ النهارده سنه كام؟ 2023. وبالتالي 2002 دي ايه؟ ده ماضي يا مستر رضا. ده انا عايز ايه؟ عايز ماضي. والماضي ها ما فيهوش اي ان جي، الماضي ما فيهوش اس. باي بوت، طبعا الباي مضارع. اوكي، وبالتالي الماضي منها هي كلمه بوت، وطبعا بوت هي فعل غير منتظم، هو الماضي من كلمه بوت. السؤال اللي هو التصحيح الخطا مهم جدا، وفي ناس كتير بتلخبط فيه. طيب انا هعلمه لك بطريقه سهله جدا ان شاء الله باذن الله. التكرار بيعلم الشطار، لان عايزك في سؤال التصحيح تقرا الجمله كويس. طب تعالى كده معايا. اوكي طيب، بيقول لي I sat next to a boy called Sammy and he was friendly. باينه خالص من الجمله ان هي ايه؟ ان هي ماضي. اوكي تمام. طيب انا عايز الماضي من كلمه ايه؟ من كلمه sit. فالماضي من كلمه sit هي كلمه ايه؟ هي كلمه sat. خلاص خلصت، يبقى الماضي من كلمه sat هي sat. اوكي تمام. اللي بعدها، This morning mom and I go shopping. This morning لسه قايل لك دلوقتي ان هي تعتبر من علامات الماضي. This morning mom and I go shopping. فانا عايز الماضي من كلمة go. فالماضي من كلمة go هي ايه؟ ها؟ هي كلمة went. اوكي؟ W-E-N-T. ماشي. جميل. السؤال ده هيلخبطك. هيلخبطني مصر ده؟ لا، ان شاء الله مش هتلخبط خالص. اوكي؟ طب تعالى شوف. When did you last English lesson? اوكي؟ انا مش هتلخبط يا مستر ليه، لان الدنيا بقت سهله جدا بالنسبه لي. هو يلخبطك لو كان جاب لك بدل ديد دي دو اوتوماتيك كده، تبط لاست ويكند مثلا او لاست انجلش ليسون، كنت هتختار ديد على طول. اقول لك لا، ما انا لسه قايلك دلوقتي ان ديد عايزه فعل فين؟ في المصدر. لو انت بصيت للجمله وين ديد يو لاست انجلش ليسون، لو انت بصيت للجمله دي كده ما فيهاش يا مستر رضا فعل، وبالتالي خلاص انت اتعلمت لما ما يكونش فيه فعل بختار يا واز يا وير في الماضي، وهنا يور انجلش ليسون تعتبر مفرد، وبالتالي انا عايز كلمه ايه؟ عايز كلمه واز. اوكي، اي ديدنت، ها اللي بعدها، اي ديدنت ونت اون ذا بيج ويل لاست ويكند. انا عندي كلمه ايه؟
didn't. اوكي طيب، كلمة didn't دي بتقول لك، انا دايما بنعلمها للطلبة كده عندنا، يا عم الحاج نفي الماضي كلمة didn't زائد مصدر، يعني الطلبة عندي حافظينها كده، يا عم الحاج نفي الماضي كلمة didn't زائد ايه؟ زائد مصدر، وبالتالي المصدر من كلمة went هي كلمة ايه؟ هي كلمة go. It's Wednesday today. النهاردة الأربعاء. So it was Tuesday. ها؟ امبارح بقى. ها؟ اللي هو إيه؟ yesterday. جميل. السؤال السادس سهل جدا وما فيهوش حاجة برضك. نفس الفكرة. What did you did last weekend؟ أنا عندي هنا يا مستر رضا هنا كلمة did، وعندي last weekend الجملة ماضي، بس did بيأتي بعدها فعل فين؟ فعل في المصدر، فالمصدر من كلمة did هو كلمة إيه؟ هو كلمة do. تمام. تامر don't have yesterday. شفت بقى الفكرة فين؟ أنا هسيبك ثانيتين. تامر didn't have yesterday. يا مستر رضا انا عندي yesterday ماضي، وحضرتك قلت لنا ان السؤال عايز في الماضي did، مش مع كده؟ او لو انا عايزه نافي اقول didn't. وقحت انت يا باشا. ليه يا مستر رضا؟ ما هو تامر didn't have yesterday، ما انا عندي yesterday هي ماضي وانت don't هنا، فاقوم جاي كاتب didn't. اقول لك لا، الفكرة مش هنا، الفكرة ان تامر don't have yesterday ان الجملة نفسها ما فيهاش فعل، ما فيهاش فعل، وبالتالي ما فيهاش فعل خلاص، والتكرار بيعلم الشطار، ما فيش فعل، يبقى اختار يا was يا where، وتامر اسم مفرد، يبقى انا عايز كلمة was، وهي هو نافي اصلا، يبقى بنفي باستخدام كلمة wasn't. يا ربي ما نغلطش في النقط ديت، علشان الموضوع سهل جدا باذن الله رب العالمين، سهل جدا. خليك معانا ما تروحش في اي مكان، ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الجمله التامنه. There didn't any cars in ancient Egypt. اوكي تمام يا مستر رضا، didn't خلاص، والجمله زي اللي قبلها بالظبط، ما فيهاش فعل واي فعل، يبقى على طول وعندي في الماضي علشان ancient Egypt قدماء المصريين ومصر القديمة، يبقى أنا أختار يغوز يا وير زي ما حضرتك علمتنا، وعشان any cars جمع فأنا بختار على طول where، وعشان الجملة منفية فأنا بقول weren't. خلاص اتفهمت يعني، الدنيا بقت سهلة خالص اهي. ها weren't. اوكي how long did it talk to complete the palace. بلس كلمة بلس يعني القصر على فكرة. How long did it did اهي قدامك did، يبقى انت did على طول. خلاص بالنسبة لي سهلة. did عايزة فعل فين؟ في المصدر. برافو عليك. طيب المصدر من talk هو كلمة take، تي اي كي. خلاص اوكي تمام. الجملة العاشرة. I had a math lesson 2 days. خلاص يا مستر رضا، 2 days ها ago. علمت لك بقى 2 days ago، 3 weeks ago، 7 years ago، وهكذا. 11. What places، هنا places مش بلس، بلس دي القصف، لكن دي places الاماكن. What places do you visit، visit مصدر اهو last weekend وماضي. يبقى مش do، يبقى انا عايز ايه؟ عايز ماضي. طب اجيب وزي من الصوره، اقول لك لا يا عم ده انا عندي visit في المصدر، يبقى على طول did على طول. ماشي تمام. Last week I see an exception about elephants. Last week ماضي. I see ايه ده؟ see ازاي last week و see؟ see يعني يرى، يبقى عايز ماضي، والماضي هو كلمة ايه؟ والماضي هو كلمة saw. اوكي؟ اوكي تعالى بس نكتبها هنا كده. اوكي اهي. saw so, S A double U. اوكي؟ اوكي.